أهلا بكم إلى هذه النشرة، والبداية بالعناوين. أكثر من 89% من سكان الدولة تلقوا جرعتي لقاح كوفيد-19، والجرعات تقترب من 7 ملايين جرعة. في الاقتصاد، البنوك القطرية تمتلك أصولا تزيد على 250% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة. وفي الرياضة، فريقا الريان والوكرة يحجزان بطاقة العبور إلى نهائي كأس قطر لكرة اليد. بسم الله الرحمن الرحيم. بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير البلاد المفدى برقية تعزية إلى فخامة الرئيس أوهورو كينياتا رئيس جمهورية كينيا في وفاة الرئيس السابق موآي كيباكي. وبعث سمو الشيخ عبد الله بن حمد الثاني نائب الأمير ببرقية تعزية إلى فخامة رئيس جمهورية كينيا في وفاة الرئيس السابق موآي كيباكي. كما بعث معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز الثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية برقية تعزية إلى فخامة رئيس جمهورية كينيا في وفاة الرئيس السابق موآي كيباكي. اجتمع سعادة الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي مساعد وزير الخارجية للشؤون الإقليمية مع سعادة السيد زيد مفلح اللوزي سفير المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وسعادة السيد عمر أحمد البرزنجي سفير جمهورية العراق الشقيقة، وسعادة السيد منير عبد الله غنام سفير دولة فلسطين الشقيقة. كما اجتمع مع سعادة السيدة فرح بري القائم بالأعمال بالوكالة في سفارة الجمهورية اللبنانية الشقيقة لدى الدولة كل على حدة. جرى خلال الاجتماعات استعراض علاقات التعاون الثنائي ومناقشة أبرز المستجدات الإقليمية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما القضية الفلسطينية. من جانبه، أشاد سعادة مساعد وزير الخارجية للشؤون الإقليمية خلال الاجتماعات بمخرجات الاجتماع الرابع للجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات غير القانونية في مدينة القدس المحتلة الذي عقد في عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية. وفي الشأن الصحي، أعلنت وزارة الصحة أن إجمالي عدد المتعافين من فيروس كورونا في البلاد قد ارتفع إلى 362,568. وأشارت الوزارة في بيان إلى إعطاء 6,736,690 جرعة من لقاحات كوفيد-19 لأفراد المجتمع منذ بداية برنامج التطعيم، كما تم إعطاء 1,520,871 جرعة من اللقاحات المعززة حتى الآن. وأوضحت الوزارة أن أكثر من 89% من إجمالي السكان قد تم تطعيمهم بالكامل بجرعتي اللقاح. وفي جانب آخر، انطلقت فعاليات الأسبوع العربي للأصم في مجمع التربية السمعية بنين وبنات، والذي يستمر خلال الفترة من 24 وحتى 27 من إبريل من هذا العام. يأتي ذلك ضمن الاحتفال السنوي بالأسبوع العربي للأصم في دورته 47 لهذا العام. تحت شعار إدراج لغة الإشارة ضمن مناهج التعليم بكافة مراحله، أطلق مجمع التربية السمعية عدة فعاليات بمناسبة الأسبوع العربي للأصم، والتي تأتي ضمن جهود دولة قطر لدعم هذه الفئة. من ضمن الجهود التي عملت الدولة لدعم هذه الفئة فتح مؤسسة تعليمية خاصة بالصم تابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، فتح مركز ثقافي اجتماعي للصم، توفير الغواميس الإشارية، توفير المترجمين على مستوى الدولة مثال على ذلك المرور والجوازات، تقديم الورش والندوات والدورات الدولية داخل قطر. وتشتمل فعاليات الأسبوع الأصم العربي في مجمع التربية السمعية عددا من الفعاليات والمسابقات، وذلك بالتعاون مع عدة جهات لتوفير الدعم للطلاب الصم وتعزيز دورهم في المجتمع. طبعا الهدف الرئيسي من هذا الأسبوع وهذه التوعية بالشراكة عيد الخيرية مع المدرسة السمعية لإعطاء قيمة الشاب في هذه المدرسة أنه من المجتمع، أنه ليس مفصول، ليس معزول، ولكنه يشارك بكل الأشياء.
وبالرغم من كل هذه الخدمات والتسهيلات التي توفرها دولة قطر لفئة الصم، يرى البعض أنه لا يزال هناك العديد من التحديات التي تواجهها فئة الصم في مجتمعنا اليوم. احنا بنحاول قدر الامكان يعني نوجد حل لهذه القضية اللي هي ربط المجتمع مع الصم، او العملية العكسية، او خلينا نسميه دمج الصم في المجتمع المحلي. فمن غير تواصل لا يمكن ان يكون في دمج، فبنحاول احنا نشر ثقافة الصم في المجتمع القطري. الأسبوع العربي للأصم يتم الاحتفال به نهاية كل أبريل، والهدف هو التركيز على قضايا الصم والتوعية بحقوقهم وقدراتهم وتقديم الرعاية الكاملة لهم وإبراز مواهبهم وإمكانياتهم. بدأ الهلال الأحمر القطري أنشطته المراقبة المحايدة للجولة الثانية من حملة لقاح كوفيد-19 في الشمال السوري، وذلك ضمن مبادرة كوفاكس للتوزيع العادل والمنصف للقاح في الدول الفقيرة تحت إشراف منظمة الصحة العالمية. تستهدف المرحلة الحالية من الحملة المقرر أن تستمر حتى نهاية العام الجاري جميع الفئات فوق 18 عاما. كما أعلن الهلال الأحمر القطري أنه سيقوم خلال العام الجاري بتنفيذ حزمة من مشاريع المياه والإصحاح في العديد من الدول المحتاجة والمنكوبة بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 14 مليون ريال قطري، وذلك في إطار حملته الرمضانية. نشرتنا مستمرة، فيها بعد قليل. مسجد الرويس التاريخي يفتح أبوابه من جديد في إطار عمليات الترميم للعديد من المواقع والمساجد الأثرية في الدولة. يعني كاتب لك تغريدة، ها؟ رد علي يا كابتن كمشي نشوف. ها؟ حاضر. علينا وعليك تبارك يا أبو علي. بس في غبقة السنة؟ رد علي. لحظة خليني أرد عليك وأكتبها. ياك الرد. شلون أسألك أنا في غبقة السنة؟ ترد علي تقول لي في غبقة السنة؟ شلون نفس السؤال؟ لأن في غبقة السنة. أهلا بكم من جديد. متاحف قطر عملت على ترميم عدد من المساجد العتيقة في شتى أنحاء الدولة، ومنها مسجد الرويس التاريخي الذي يعود بناؤه إلى أكثر من 300 سنة، حيث تمت إعادة تأهيله وفتحه للصلاة. بداية عام 2015 انطلقت عملية ترميم مسجد الرويس المحاذي لشاطئ البحر، والتي أشرفت عليها أطقم تابعة لمتاحف قطر. الأعمال تركزت على إعادة تأهيل طبقات الجص من الداخل والخارج باستخدام المواد الأصلية، وذلك لإعادة المبنى الذي تجاوز عمره 3 قرون إلى شكله السابق. مسجد الرويس يعتبر من أقدم المساجد في قطر، بني من أكثر من 300 سنة. عدنا ترميمه وبنفس الخامات القبلية من الحصى والطين والدنشل والباستير والمنقرو، تعمدنا احنا نرجع مثل ما كان قبل. تبلغ مساحة المسجد بملحقاته أكثر من 1900 متر مربع، وهو يتميز عن غيره من مساجد المنطقة بوجود محرابين، داخلي للصلاة في فصل الشتاء وخارجي لفصل الصيف. احنا كإدارة حفاظ معماري في متاحف قطر قدرنا ان احنا نسوي جدول كامل ونسجل فيه جميع المساجد اللي موجودة في قطر، جميعها وثقناها بالطول وبالعرض وبالارتفاعات وبالمواد البناء وشلون بنت، وحتى تاريخ المساجد، يعني كل واحد متى فيهم متى بنى ومنو كان في المنطقة دي يصلي فيه.
تأتي إعادة تأهيل هذا المسجد وغيره من المساجد العتيقة في إطار رؤية متاحف قطر التي تهدف إلى إعداد المواقع الأثرية لتكون مصدر إلهام للأجيال القادمة وللحفاظ على معالم قطر. وفي جانب آخر، نظم متحف قطر الوطني ورشة بعنوان قصة القهوة العربية، حيث استمع الحضور إلى شرح من المرشد جاسم الكواري الذي قدم تفاصيل وافية عن كيفية صنع القهوة في المجالس وأدواتها وطقوسها. تدخل هذه الفعالية الرمضانية التي نظمت في استوديو التعلم ضمن سياسة المتحف التي تنشد الاحتفاء بالثقافة والتراث القطري، وبعد العرض الذي قدم لهم عن تاريخ وطريقة صنع القهوة قام المشاركون بتلوين الفناجيل. ورشة مسوينها متحف قطر الوطني تتكلم عن تاريخ القهوة والعادات والتقاليد اللي تجي مع القهوة، لأن احنا عندنا في المتحف شيء مهم ان نثبت عادات والتقاليد القطرية، خاصة في رمضان يعني في هذه الفترة نحاول نحتفل بالعادات القطرية. يعني بنبدأ أول شيء بنتكلم عن تاريخ القهوة في الوطن العربي، وبعدين نتكلم عن أثارها على الخليج والشعب القطري يعني بالأخص، وبعدين نتكلم يعني خطوة خطوة، بناخذ خطوة خطوة شلون نحضر القهوة في المجلس. تتواصل حلقات برنامج إتقان الذي يبث يوميا على شاشة تلفزيون قطر. في حلقة اليوم سنتعرف على بعض المؤسسات الداعمة للبحث العلمي في قطر، ونلتقي بمجموعة من الباحثين. البداية من مركز السدرة للطب والبحوث، أحد أهم المراكز البحثية في العالم، حيث سنتعرف على علم الجينوم البشري. هذا العلم الذي يمكنه تحديد أسباب الأمراض وخاصة الأمراض النادرة لدى الأطفال. كما سنأخذ فكرة عن سيرة ابن الهيثم الذي يوصف بأبو المنهج العلمي الحديث. وفي مجال علوم البحار نزور جامعة قطر، حيث سنتحدث عن علوم البحار وعن التخصصات المتعلقة بهذه البحوث التي تشمل علوما عديدة. والآن إلى الجولة الاقتصادية. قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية أن البنوك القطرية تمتلك أصولا تزيد على 250% من الناتج المحلي الإجمالي. وبينت الوكالة أن صافي الخصوم الأجنبية لتلك البنوك يزيد على 120 مليار دولار أمريكي، ما يعادل 60% من الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي. وسجل إجمالي المطلوبات الأجنبية للبنوك نمواً مع نهاية عام 2021 عند مستوى 197 مليار دولار، مرتفعاً عن مستوى 175 مليار دولار أمريكي سجله عند نهاية عام 2020. في إطار التزامه الراسخ بالاستدامة البيئية وهدفه نحو تحقيق صفر نفايات، يقوم مطار حمد الدولي بإعادة تدوير السماد العضوي الناتج عن النفايات الخضراء التي تخلفها أنشطة تنسيق الحدائق بالمطار، حيث يتم الاستفادة من هذا السماد الطبيعي في تخصيب الحدائق، بما يقلل من استخدام الأسمدة الكيماوية الاصطناعية وما يساعد على تفادي مخاطرها البيئية. تهدف هذه المبادرة إلى إنتاج ما يقرب من 4000 طن من السماد العضوي سنوياً، والتي سيتم استخدامها فيما بعد في أنشطة تنسيق حدائق المطار وتوفيرها لأطراف أخرى. وفي شأن متصل، أكد المهندس بدر محمد المير الرئيس التنفيذي للعمليات في مطار حمد الدولي أن أعمال توسعة المطار تجري على قدم وساق، وستكون جاهزة قبل بطولة كأس العالم في قطر 2022. مطار حمد الدولي يكثف من استعداداته لاستقبال ضيوف المونديال، ويواصل إنجاز مشروع التوسعة وفق الجدول الزمني المحدد، منها مشاريع سينتهي العمل بها خلال أبريل الجاري وأخرى خلال مايو وأغسطس المقبلين. تنفذ التوسعة على مرحلتين تشمل الأولى الربط بين المنطقة الشمالية والمنطقة المركزية الجديدة في مبنى المسافرين، يتوقع أن تزيد من القدرة الاستيعابية للمطار لاستقبال أكثر من 53 مليون مسافر سنويا. أما المرحلة الثانية فسوف تعزز القدرة الاستيعابية لاستقبال أكثر من 60 مليون مسافر سنويا، وتلبي الطلب المتزايد على سفر الأفراد وشحن البضائع جوا. يبلغ إجمالي مساحة منطقة صالة المسافرين التي سوف تشملها عملية التوسعة 240 ألف متر مربع، حيث سيتم دمجها ضمن المبنى الحالي بما يسمح بانتقال المسافرين من منطقة إلى أخرى في سلاسة.
وبالإضافة إلى ذلك تشمل توسعة مطار حمد الدولي أيضا إنشاء مبنى جديد لشحن البضائع يعزز طاقته الاستيعابية لتصبح أكثر من 5 ملايين طن سنويا، بالإضافة إلى منطقة جديدة لتحويل الرحلات تهدف إلى تقليل أوقات وصول المسافرين، ومنطقة مركزية ستستوعب 9 مواقف إضافية للطائرات عارضة الجسم. ويسعى مبنى مطار حمد الدولي لدى انتهاء أعمال هذه التوسعة أن يكون الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي يحصل على نظام الاستدامة العالمي من فئة 4 نجوم، كما سيحصل على شهادة الاعتماد الفضية ليد بفضل توفر أدوات القياس المبتكرة لكفاءة استهلاك الطاقة لتحسين الأداء البيئي ومواجهة تغير المناخ بشكل فعال. ولكل هذا من المتوقع أن يحصد مطار حمد الدولي جائزة أفضل مطار في العالم للمرة الثانية على التوالي خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس العالمية في 17 يونيو المقبل، بدعم من إنجازاته النوعية ودوره الفاعل والرئيسي للارتقاء بصناعة السفر على الصعيدين المحلي والإقليمي والعالمي. سجلت قيمة التداولات العقارية في دولة قطر 1,400,000 ريال خلال النصف الأول من شهر إبريل الجاري، وشهدت تلك الفترة تنفيذ 154 صفقة عقارية عند متوسط ناهز 9,100,000 ريال للصفقة الواحدة، وفقا لبيانات النشرة العقارية الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل للفترة الممتدة من 3 وحتى 14 من شهر إبريل الجاري. وسط حالة من الهدوء على صعيد حركة التداولات، افتتح المؤشر العام للبورصة القطرية أولى جلسات الأسبوع على تراجع بنحو 0.5%، ليستقر المؤشر عند 13,986 نقطة بضغط من تراجع 4 قطاعات في صدارتها القطاع الصناعي، فيما سجلت قيم التداولات أكثر من 430 مليون ريال نتيجة تداول نحو 150 مليون سهم جراء تنفيذ 8,000 صفقة تقريباً. تتواصل فعاليات بازار فريج السد الذي يأتي في إطار دعم قطاع السياحة والاقتصاد الوطني، ويستمر حتى 1 مايو المقبل بمشاركة 200 عارض من 15 دولة، منهم 35 مشاركا من المشاريع المنزلية. يهدف بازار فريج السد إلى توفير كل ما تحتاجه الأسرة من مستلزمات رمضانية، إلى جانب توفير كل احتياجات العيد من ملابس وعطور وبخور، إلى جانب الكثير من المنتجات المحلية والعالمية وبأسعار تنافسية. بازار فريج السد لين قبل العيد بيوم إن شاء الله. طبعا في شركات كثيرة جددت بضائعها، جابت بضائع جديدة لتواكب الموسم، موسم العيد إن شاء الله، سواء ملابس الأطفال، ملابس الحريمية، من عبايات، جلابيات، أحذية، عطور، مكياج، أهل المكسرات وغيرهم. فالكل بتخصصه جاب بضاعة جديدة ليواكب هذه المناسبة. والآن مع تقرير حول أهم الأخبار الإقليمية والدولية. إصابة عشرات الفلسطينيين برصاص المستوطنين والعشرات منهم بحالات اختناق في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي مع استمرار اعتقالاتها في الضفة الغربية المحتلة. عبر المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن عن قلقه إزاء تأجيل الرحلة التجارية الأولى من مطار صنعاء، في حين حمل وزير الإعلام في الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية الكاملة عن تعثر تشغيل أول رحلة تجارية من مطار صنعاء. أعلنت الشرطة العراقية عن تمكنها من صد هجوم مسلح استهدف نقاطا أمنية جنوبية العاصمة بغداد من قبل عناصر تنظيم الدولة، وفي سياق متصل انفجرت عبوات ناسفة أثناء مرور أرتال شاحنات لصالح التحالف الدولي جنوبي العراق. قال رئيس حركة النهضة التونسية إن تشكيك الرئيس التونسي في استقلالية هيئة الانتخابات تشكيك في شرعيته، لأنها ذاتها التي أتت به إلى سدة الحكم، مؤكدا أن الشعب التونسي لن يقبل أن يستبدل دولة القانون والحريات بدولة الفرد المستبد.
فتحت مراكز الاقتراع في فرنسا أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية والتي ستقرر هوية الرئيس الجديد للسنوات الخمس المقبلة. يتنافس في الجولة الثانية الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون ومرشحة اليمين زعيمة حزب التجمع الوطني ماري لوبان. جدد الرئيس الأوكراني دعوته إلى لقاء مع نظيره الروسي لإنهاء الحرب، مهددا بأن كييف ستنسحب من المفاوضات مع موسكو في حال عمد الجيش الروسي إلى قتل الجنود الأوكرانيين المتحصنين في مجمع للصناعات المدنية في مدينة ماريوبول جنوب شرق أوكرانيا. نشرتنا مستمرة فيها بعد عرض الأحوال الجوية. نادي الريان يعزز حظوظه في التأهل إلى دور 16 من دوري أبطال آسيا لكرة القدم. وفي الرياضة، انطلقت منافسات كأس قطر لكرة اليد بمواجهتين قويتين في الدور النصف النهائي، ونجح فريقا الريان والوكرة في حجز مقعديهما في نهائي المنافسة ليضربا موعدا لحسم اللقب يوم الاثنين. خالد نجح فريق ريان صاحب المركز الثالث في الدوري العام في الفوز بالمباراة التي جمعته بفريق الدحيل المتوج بلقب الدوري العام، وذلك بعد فوزه على الدحيل في مباراة الدوري نصف النهائي بكأس قطر لكرة اليد، وذلك بنتيجة 24 هدفا مقابل 23 بعد مباراة ماراثونية سيطر التعادل على أغلب فتراتها، إلا أن كفة ريان كانت هي الأرجح. بعد الأخطاء اللي وقعتنا في الدوري حصلنا المركز الثالث، حبينا نرجع لمستوانا ونوصل للنهائي والحمد لله رب العالمين. من أول مباراة لآخريتها قدرنا كيف نسيب المباراة، وباقي لنا خطوة واحدة وإن شاء الله يكون النهائي من نصيبنا. المباراة كانت والله صعبة مثل ما أنتم شفتوها، الحمد لله الفريق اليوم أدى مباراة كبيرة، متمنى إن شاء الله القادم أفضل. المباراة الجاية بتشوف، نستنى مباراة الوكرة والعربي، أتمنى نأخذ الكأس بإذن الله إن شاء الله. هذا ويحمل العربي لقب النسخة الماضية من نسخة كأس قطر لكرة اليد، ويدخل المنافسة حاملا أمل الفوز باللقب الغالي للمرة الثانية على التوالي. وفي مباراة مثيرة جمعت بين فريقي العربي صاحب المركز الرابع مع الوكرة صاحب المركز الثاني في الدوري، انتهت المواجهة وكروية خالصة. هذا ويقام نهائي كأس قطر لكرة اليد يوم الاثنين المقبل بحثا عن بطل جديد يحمل لقب نسخة هذا العام. عزز الريان حظوظه في التأهل إلى دور 16 من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم بانتصاره الثمين والصعب الذي حققه على فريق استغلال الطاجيكي بهدف وحيد في المواجهة التي جرت بينهما على استاد الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض ضمن الجولة الخامسة لحساب المجموعة الأولى من البطولة القارية.
وقد انتظر الريان حتى الدقيقة 90 ليسجل هدف الانتصار بتوقيع الإيفوري يوهان بولي، مكررا انتصاره على الفريق الطاجيكي للمرة الثانية. بهذا الفوز رفع الريان رصيده إلى 10 نقاط، محتفظا بحظوظه في التأهل إلى دور المجموعات ضمن أفضل ثواني بالمجموعة الخمس، خاصة بعدما ابتعد الهلال السعودي بالصدارة ب 12 نقطة. هذا وقد ودع فريق السد منافسات بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم بعد خسارته أمام ناساف الأوزبكي بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الخامسة لحساب المجموعة الخامسة في المباراة التي أقيمت في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية. سجل ثلاثية فريق ناساف الأوزبكي أكمل موزغوفوي هدفين وحسين نور هدف، قبل أن يسجل تباتا هدف السد الوحيد، ويتصدر الفيصلي ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط من 4 مباريات بفارق المواجهات المباشرة أمام ناساف الذي لعب 5 مباريات مقابل 4 نقاط لكل من السد والوحدات. Al-Sadd able to peg one back in injury time. ختام النشرة وهذا تذكير بأهم العناوين. أكثر من 89% من سكان الدولة تلقوا جرعتي لقاح كوفيد 19 والجرعات تقترب من 7 ملايين. وكان في الاقتصاد، البنوك القطرية تمتلك أصولاً تزيد على 250% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة. وكان في الرياضة، فريق الريان والوكرة يحجزان بطاقة العبور إلى نهائي كأس قطر لكرة اليد. يمكنكم متابعة البث الحي لتلفزيون قطر على الموقع الإلكتروني. شكراً لحسن المتابعة وفي أمان الله.